مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. وشهر رمضان الكريم دايما حلقتنا فيه بتكون مختلفة، ومعانا كل يوم نجم من نجوم الرياضة، حكايات كتيرة عن أجواء المنافسات في رمضان، ذكرياته معاهم طبعا في الشهر الكريم بتكون مختلفة، والشخصيات اللي كان ليها تأثير في سيرة أو مسيرة نجمنا الرياضي. دايما شعارنا في ملاعب الأبطال أيا كان بقى إيه هو التوقيت، من الملاعب كتير ولكن أبطالنا الحمد لله أكتر وبكتير، وحكاياتهم كمان اللي بنكون بنستفيد منها وبنستمتع بيها هتكون معانا على مدار الـ30 يوم زي ما كنت بقول طبعا لحضراتكم. كل واحد مننا أكيد ليه طقوس في رمضان اتعود وكبر عليها وبقت عادة بيعملها كل سنة من وقت ما كان صغير لحد لما كبر طبعا، سواء بقى في تجمع أسري، في خروجات في أماكن معينة، السحور مثلا في مكان معين، أو كمان الفطار بشكل دوري في مكان مختلف وغيره. ممكن تكون الحياة اتغيرت، التجمعات بتاع العيلة بتختلف، كانت عند الجدة والجد مثلا بعد كده ما بقوش موجودين، بقى مين هو اللي استلم الراية، ولكن فكرة رمضان والتجمعات وإن هو دايما ليه طابع خاص عندنا دي حاجة ما بتتغيرش، مهما السنين اتغيرت، مهما الأحوال اختلفت، كلنا بنكون حاسين بفايبز معينة في شهر رمضان الكريم. لكن بقى الرياضي أو اللاعب ممكن يكون رمضان بالنسبة له مختلف خالص، لأنه بحكم البطولات والسفر من هنا لهنا بيجي عليه أكيد أيام كتير في رمضان بيبقى بعيد عن لمة العيلة دي وعن الطقوس اللي كلنا بنعيشها. علشان كده بيكون معانا دايما في رمضان كل يوم حكاية وكل يوم قصة، بطولات كتير وميداليات وأرقام جديدة حصل عليها أبطالنا في الشهر الكريم، والتحدي أكيد بيكون بمثابة تحدي أصعب بالنسبة لأي رياضي بيكون بيسافر للدول الأوروبية والدول اللي في الخارج علشان يكون بيتنافس في بطولات دولية وبطولات كبرى، ومع ذلك دايما بيكونوا على قدر التوقعات ودايما موجودين في الموعد. مين مننا ما يعرفش مثلا عبير عبد الرحمن لاعبة رفع الأثقال واللي ليها قصة مؤثرة حصلت في أولمبيات لندن واللي شاركت فيها كمان في بكين 2008، هي عندها 16 سنة حققت المركز الخامس، كانت أصغر لاعبة موجودة في الأولمبيات وكانت البنت الوحيدة اللي بتسافر صغيرة كده، وفضلت عبير محافظة على نجاحاتها وحققت بطولات وألقاب دولية كتيرة بعد الأولمبيات. ولما جه وقت مشاركتها في أولمبيات لندن كانت كل الأنظار موجهة ليها وإن هي على الأقل هتكون بترجع لها بميدالية برونزية، بس الحظ ما حلفهاش و البار الحديد وقع على رقبتها في اهم بطوله بيحلم بيها اي رياضي ان هو يكون بيحقق فيها مركز، وحققت المركز الخامس. بعدت عبير عن البطوله فتره او بطولات، اتجوزت وخلفت وشاءت الاقدار ان هو يكون بعد 4 سنين من لندن حياتها تكون بتتغير خالص بعد ما أعادوا تحليل عينات المنشطات للاعبين اللي كانوا في الأولمبيات وأعلنوا اكتشاف مواد محظورة، استبعدوا أول 3 فائزات في رفع الأثقال في أولمبيات لندن 2012، وبكده بقت البطلة المصرية عبير عبد الرحمن في المركز الثاني وأخذت الميدالية الفضة، وبقت أول مصرية تاخد ميدالية أولمبية وكمان من ضمن البنات اللي شرفت مصر، وليها قصص وحكايات في رمضان كبيرة ومحترمة. نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكواندو اللي تأهلت لأولمبياد طوكيو هتكون في ضيافتنا النهاردة، صاحبة الإنجازات وصاحبة المستقبل الكبير كمان إن شاء الله، أكيد هيكون حديث مطول معاها النهاردة، نعرف أكتر عن طموحاتها وعن استعداداتها للفترة اللي جاية، ولكن دايماً اللي هنكون مركزين عليه شكل رمضان بالنسبة لضيوفنا إيه وبالنسبة لنور تحديدا النهاردة، بجانب دوت الشخصيات المؤثرة اللي كانت في حياتها اللي خلتها مختلفة، طورتها منتلي وقدرت إن هي تكون بتخليها تتعامل مع اكسبيرينس الرياضة بشكل احترافي أكبر. أكيد حديث مطول النهاردة مع نور، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا.